감사합니다. 슈크란. شكرا جزيلا. يسعدني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على ترحيب الحار بي ووفد بلدي. تقتسم هذه الزيارة معنى خاصا لأنها أول جولة إلى أفريقيا وأول زيارة بصفة الرئيس الكوري إلى مصر منذ 16 عاما. أن مصر مصدر الحضارة القديمة ودولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتمتع بميزة تاريخية تتمثل في تعايش بين الماضي والحاضر والمستقبل وميزة جغرافية تربط ثلاث قارات كما تحافظ بشبكة اتفاقيات التجارة الحرة وواسعة النطاق ونسبة الشباب المرتفعة من عدد السكان والموارد الطبيعية المتوفرة فلديها إمكانات تنمية. تعاونت مصر وكوريا في مختلف النواحي بما في ذلك الاقتصاد والدبلوماسية والثقافية. أكدنا أنا ورئيس المصري أن شراكة تعاونية شاملة بين البلدين قد طلبت منافية متبادلة لبلدين واتفقنا على تعزيز التعاون المستدام للمواجهة نحو المستقبل. أولا اتفقنا على توسيع التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة. رئيس السيسي وأنا قررنا البدء في المضي قدما مهما نحو إبرام اتفاقية تجارة بين كوريا ومصر من خلال البحث المشترك حول شراكة التجارة والاقتصادية. كما اتفق بلدان على توسيع أفق التعاون الاقتصادي في المجالات المستقبلية مثل نقل الصناديق الليبية وتنمية البحرية والفضائية. ثانيا اتفقنا على تعزيز الشراكة بتنمية المستدامة. وضعت كوريا حتى جديدا بصندوق التعاون لتنمية الاقتصاد ETCF بقيمة مليار دولار إلى مصر. سوف نتقسم تجربة تنمية كوريا ونساهم في توسيع البنية التحتية للمواصلات ومصادر المياه في مصر. كما سنعمل معا على تحسين نوعية الحياة لشعب البلدين من خلال تبادل السياسات في مجال التنمية الوطنية المتوازنة والابتكار. ثالثا اتفقنا على مزيد من التعاون في التغلب على أزمة المناخ. تستضيف مصر مؤتمر كوب 27 في نوفمبر المقبل. ستتعاون كوريا معها تعاونا فعالا في جميع إرادة المجتمع الدولي لاستجابة مع تغير المناخ. كما اتفق بلدان على تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الصناديق الليبية. رابعا اتفقنا على تفعيل التبادلات البشرية والثقافية. توصلنا إلى اتفاق على العمل معا لتوسيع التنوع وتسهيل هيل لشعب بلدين لاستمتاع بثقافات وضمان سفر الآمن. كما أجمعنا على التعاون في اكتشاف التراث الثقافي والحفاظ عليه من أجل نقل التراث الثقافي رأيا لبلدين إلى أجيال القادمة. وأيضا أجمعنا على أن أقدم مدفعية جاجو كي تيسا والذي نحن نبحث حاليا هو نتيجة للتعاون الدفاعي القائم على السكة المتبادلة بين البلدين، حيث سيكون إسهاما في تقوية قدرة القوات المصرية. كما سيكون قصص ناجحة ليدل على التعاون المتبادل بين بلدين من خلال الإنتاج في مصر والتعاون التقني. واتفقنا على البذل المزيد من الجهود للاتفاق على ذلك. أخيرا اعتمادا على تجربة مصر التي ساهمت في إخلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة عودة كوريا الشمالية السريع إلى طاولة الحوار. كما أيد عبر عن تأييده التام حول موقف والحكومة كوريا من التقدم الفعلي لعملية السلام في شبه جزيرة كوريا. أتاحت مباحثة اليوم فرصة أكبر للبلدين لتعاون حيا نمشي كوريا ومصر معا نحو مستقبل من الازدهار وتنمية. شكرا جزيلا.